نعم أقول الشيخ، بالنسبة للعبة للأطفال تسمى العروسة، إيه؟ سمعنا أنك أفتيت فيها بالجواز، ما إيه نعم إيه نعم لعب الأطفال أنا لا أشدد فيها، أولا لأن حديث عائشة أنها تلعب بالبنات صحيح ثابت في البخاري وغيره دقيق. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم أنه وصل يعني الصناعة وصلت إلى هذا الحد المعروف الآن، فنقول ما دام المعنى الذي من أجله أبيح للبنات اللعب هو موجود الآن حتى في هذه الصور، ولذلك تجد الصبية إذا صلى لها بنت من هذه الصور تعتني باعتناء كاملا، تلبس ثياب وتغسله وبلقية تولع المكيف تخليها قدامه، وإن كان ما عنده مكيف ولعت المروحة نعم ويا حلال ويا حبيبتي وما أشبه ذلك، أليس كذلك؟ علشان تعود يبديها بناته، فالحكمة هي اعتياد البنت على تربية أبنائها، فما دام هذه العلة فيها موجودة، لكن مع ذلك لا نحدد هذا الشيء، ونقول من الممكن تأتي بالصورة هذه وتقشع وجهها بالسكين وتدحوه شيئا آخر، وتكون كأنها بنت متغللة عليها غلالة والحمد لله. نعم.